خلوني النهاردة أكلمكم في موضوع حيوي جداً وحساس جداً وليه تداعيات خطيرة في شغلتنا. جراحات المناظير بلا شك، وكلنا حاسين بمدى جاذبية وبريق وجمال مجال جراحات المناظير. أصبح جراحات المناظير ده هو الحاجة الحلوة اللي بتتحط على التورتة تديها منظر حلو، فتلاقي كل دكتور يقول لك أخصائي النساء والتوليد وجراحات المناظير، خبير جراحات المناظير، مدرب جراحات المناظير. بلا شك ليه إغراء شديد جدا، ولما تتفرج على إنسان محترف وهو بيشتغل، الجراحة بتتم باستخدام تلسكوبات وآلات معينة وبتعرض على جهاز مونيتور، المنظر مبهر. بشبهها بالظبط بالظبط، وأنا صادق فيما أقول، زي البلاي ستيشن بتاعت العيال. لو شفت ولدين بيلعبوا بلاي ستيشن وبقيه العيال بيتفرجوا عليهم الشباب الصغيرين، ليهم هيتجننوا، كل واحد عايز يمد ايده وعايز يجرب. خليني احط نقطه حيويه جدا جدا، كلمه جهل او جهاله ليست سبه، هناك نوعين من الجهاله. الجهاله بالشيء او معرفه الشيء، ولكن الجهاله بمدى خطورته وتداعياته. تمام؟ يعني كونك ان عارف ان في حاجه اسمها موتوسيكل وقياده الموتوسيكل وشايف ناس بتسوق، دي معرفه، لكن تقديرك لمدى خطوره هذا ده نوع تاني من المعرفه. الجهاله بالخطوره هي دي الخطوره. جراحات المناظير في النساء والولاده تنقسم الى شقين اهمين جدا، جراحات مزار البطن وجراحات تجويف الرحم. ومن الجهالة الشديدة أن نظن أن جراحات تجويف الرحم دي حاجة سهلة، وأن الصعوبة والمهارات مطلوبة في منظار البطن. من يقول هذا زي اللي بالظبط في المثل البلدي اللي عندنا يقول اللي ما يعرفش يقول عدس. أنا مش هخش في تفاصيل، لكن رسالتي دي موجهة لكل الزملاء ولكل المتشوقين اللي هو عايز يدخل مجال جذاب وجميل. والجاذبيه هنا الحقيقه ليست باسباب ماديه اقتصاديه، يعني الدكتور مش عايز يعمل جراحات المناظير عشان ياخد فلوس اكتر، لا، هي جاذبيه عاطفيه اعجابيه، نوع من الشغف لشيء شكله جميل. جراحات تجويف البطن بتتعامل مع المشاكل الصحيه المعروفه زي اورام اللي في الرحم، زي اكياس المبيض، التصاقات الانابيب وخلافه. هنا لو حصل، انا بقول لو حصل، وان الجراح تجرأ وتقدم وكان لديه ثقة زائفة وعمل جراحة بمنظار البطن وحدث منها مشاكل او مضاعفات، فهي ملحوقة ممكن تصلحها. يعني حصل إصابة لعضو ما، حصل نزيف، حصل اي حاجة، ممكن تدارك الموقف وفتح البطن واصلاح هذا الشيء، ويا دار ما دخلك شر، او الشر اللي حصل شر بسيط، شر مستتر ممكن ما يتعرفش، او شر بسيط ممكن تداويه وممكن التصالح فيه. حتى لو ادى الامر ان الطبيب بدون قصد حصل تدمير لمبيض، عندنا مبيض تاني شغال ويقوم بالوظيفه، حصل تدمير لانبوبه، في انبوبه تانيه تقوم بالعمل، حصل تدمير للانبوبتين، هذا ضرر أكبر، ولكن لو حل إن المريضة ما زال أمامها فرصة لتحقيق الحمل بأسلوب آخر اللي هو الحقن المجاري، يعني بدل ما تخص بالبويضة جوه الأنبوب، البويضة جوه أنبوبة اللي في الجسم قناة فالوب، بنخصها في المعمل ونكون جنين ونحطه جوه الرحم، لكن بتتكلف قرشين زيادة. ولكن بقول هناك بلان بي، في خطة أخرى لتدارك الموقف. لو حصل إصابة للقولون لوعاء دمي، طبعا مصيبة، بس مصيبة ملحوقة، وأقول ممكن التصالح فيها، ولكن العبث والتهور والتجرؤ داخل تجويف الرحم مصيبته ما بتتصلحش. ما بتتصلحش ليه؟ اذا كان الانبوبتين ليهم بديل والمبيضين في واحد يشتغل بدل الثاني، تجويف الرحم مساحه لا تزيد عن 4 سم متبطن ببطانه مخمليه رقيقه ناعمه زهريه، هي دي سبب الحياه، مش الرحم ده كله، ده هي البطانه، هي دي اللي بينزل منها الدوره الشهريه، وهي دي اللي بيزرع فيها الجنين، وهي دي اللي بتغذي الجنين، وهي دي اللي بتبعث الحياه لكائن اخر. البطانه دي، حته ال 4 سم دول، لو دمرت او باظت انتهى. الستاره بتاعت المسرحيه نزلت،
كلمه النهايه بتاعت نهايه الفيلم انتهى، مفيش بلان بي، مفيش خط اخرى، مفيش استرجاع، ما اقدرش ارجع تاني واصلحها، ما اقدرش اجيب حد يساعدني وينقذ الموقف، ولو جبت اشطر جراح مناظير رحميه في العالم مش هيقدر يتصرف، دي ارض ماتت. هم 4 سنتي في حته ضيقه قوي. بقول الكلام ده عشان نحترس. ومعنى كلامي ارجوكم لا اريد ان يتفهم غلط ان جراحات تجويف الرحم مقصوره على عدد قليل من الناس، لا، هي مقصوره على اللي بيعرف يشتغلها واللي نفسه انه يمارسها، ياخد الطريق والتدريب تدريجي، بدايه من التعامل مع المنظار التشخيصي لو فشلت فيه ما خسرناش حاجه، او ازاله لحميه، او التعامل مع عيب خلقي بسيط، انما اللعب بالكهرباء داخل الرحم هذا يعني تهور شديد. ولما بقول تهور برضو ما بقولش ان اللي بيعمل كده مجرم او 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 انسان سيء، هو تهور الذي لم يقدر خطوره سواقه موتوسيكل. يعني الشغل العادي في تخصصنا في جراحات المناظير زي قياده بسكليتة او قياده سكوتر. جراحات تجويف الرحم ده اللي هو الموتوسايكل الهارلي ديفيدسون، اللي مش الهارلي ديفيدسون، الموتوسيكل الكبير اللي صوته بيفرقع جامد قوي والقعده بتاعته صعبه والموتور بتاعه اقوى موتور عربيه. ما ده موتوسيكل وده موتوسيكل، ما ينفعش. فبقول هنا التهور، انا لا اسيء ولا اهين احد، انا بقول ده تهور من لا يقدر خطوره الموقف. وده سبب حديث النهارده، هو ده سبب اللقاء الصوتي اللي بقوله عشان يمكن الكتابه ما توضحش. اللعب جوه الرحم بالكهرباء هذه كارثه كبرى، بدايه من ان يجب استخدام سائل معين ضخ جوه الرحم اثناء الجراحه. السائل ده بيخش الدوره الدمويه، بيخش الاوعيه الدمويه، وبيأثر على حجم الدم واللود على القلب، وبيأثر على الالكترولايتس والصوديوم والبوتاسيوم اللي في الدم. لو حصل سوء استخدام للكلام ده العينه ما بتدهورش، بتموت في لحظه، بتموت. يعني دكتور التخدير في لحظه بيقول لك النبض وقف من غير ما يكون في علامات تخوفك او تقلقك او تقول لك وقف. فما كنتش متمكن من هذا بتقع الكارثه. وكم من قصص مؤلمه مؤلمه يعني سمعناها في الوسط الطبي. برضو بقول ده ليس اهمال من الدكتور او مش هتقول جاه، ده سوء تقدير لمدى صعوبه الموقف. انت افتكرت ان ده زي قياده السكوتر او الموتوسيكل، قعدت عليه عملت الحادثه، بس الحادثه هنا مش بتتعور، الحادثه مميته. فاستعمال جراحات تجويف الرحم مع الكهرباء مع السائل ده خطر جدا. حاجه تانية، الكهرباء دي بتكوي وبتموت، فانت المفروض بتستعملها عشان تموت المرض اللي جوه اللي هو اللحميه او الورم الليفي او بتصلح عيب خلقي. لو الكهرباء لمست بقيه بطانه الرحم موتت بطانه الرحم. كان عندك قطعه ارض مزروعه نجيله وجرفتها جبتها من جدرها، انتهى، ملهاش تصليح، ملهاش تاني، ملهاش مارشينير عشان ارجع واصلح اللي حصل. انا حاسس ان اللقاء العفوي بيبقى اجمل من الترتيب. انا مش مرتب هذا الكلام اطلاقا. انا وانا الصبح جالي مكالمه تليفونيه من زميل بيحكي عن قصه حاله بدون الدخول في التفاصيل، فدفعتني ان اوصل الرساله دي. يا رب كلامي يتفهم صح، ويا رب يوفق كل مشتاق او مشتاق انه يحسن من مهاراته. ومش كوني شفت واحد سايق موتوسيكل وعمال ياخد بيه ملفات، واحد محترف وبياخد فيه ملفات ويميل على الارض، فاقوم انا اقول طب وانا كمان اشمعنى انا؟ هو انت ما حدش هيسوق الموتوسيكل غيرك وتروح حضرتك ناطط على الموتوسيكل وعامل حادثه؟ انا اسمي اسامه شوقي، بشتغل استاذ في القصر العيني، ولكن شغلتي الاساسيه انا دايما بقول انا كنت دكتور نساء بقيت دكتور رحم. انا ما بشتغلش جراحات الرحم، وانا فخور ان قدرت في العالم كله اشد الرحم من مكان جوه تجويف البطن بيشتغل عليه ضمن حاجات اخرى، رفعته لفوق بقى زي القلب. زي ما في دكتور جراح عمومي وفي جراح قلب لوحده، زي ما في جراح عمومي وفي جراح كبد لوحده. فمنتهى املي احقق منظوري ورؤيتي ان هذا العضو يرفع لفوق وليه التدريب الخاص بيه وليه الدراسه الخاصه بتاعته وليه المفهوم بتاعه دكتور جراحات الرحم. شكرا لكم، واجمل تمنياتي لكل اصحابي وزملائي.